اليوم مع الأخ مدير عام الصحة ومع الأخ مقام الموصل، معاون الخدمات، معاون التخطيط ومعاون الإعمار بزيارة للمركز البحثي. هذا المركز المهم والتخصصي واللي يشمل عدة فروع تخص الكانسر، السرطان، والديلزة، وتخص أمراض الجهاز الهضمي. هذا قصتنا كانت معاه طويلة جدا، يعني دخلنا، لكن جهود الأخ رئيس الجامعة مدير عام الصحة المحافظة الحمد لله قدرنا أن نجعل هذا المركز البحثي يكون في خدمة أهلنا. أكو عندنا نواقص تخص بعض الأجهزة، إحنا كمحافظة خصصنا لهم المبالغ، وإن شاء الله هذا راح يغني كثير من أهلنا أن يذهبون إلى محافظات أخرى. أنا دا أشوف يعني وأثمن جهد الأخ مدير المركز والأخوان الأطباء والكادر الإداري والكادر التمريضي، كلهم حماس في سبيل أنه يقدمون خدمة لهن، وفعلا هو بدت به يعني قسم من العمليات، وإن شاء الله راح يشتغل بطاقته القصوى عن قريب. احنا كنا يعني أنا الأخوان مدراء الدوائر كلها مع أن يشتغل هذا المركز بكامل طاقته، محافظة، مديرية كهرباء، بلدية راح يسوي له طريق خاص، فاحنا كنا نطلع والحمد لله يعني قدرنا بهذا الجهد اللي قدم هذا الفريق اللي تكلمت عنه أنه هذا المركز قريبا إن شاء الله راح يشتغل بكامل طاقته. اليوم كنا في زيارة برفقة السيد محافظ نينوى المحترم وسيد عام مدير الصحة وقائم مقام الموصل ومعاون الإعمار إلى المركز البحث الطبي في جامعة الموصل. هذا المركز أو المستشفى المخصص المميز بالخدمات التي سوف يقدمها المواطنين إن شاء الله. الحمد لله تم افتتاح المركز، والمركز يقدم خدمات تخصصية متنوعة. إحنا كمحافظة نينوى حقيقة خصصنا مبلغ مهم جدا لإعادة تشغيل الأجهزة المهمة، وهي جهاز البي تي سكان أو جهاز فحص الأورام السرطانية وعلاجها، وأيضا أجهزة المعجل الخطي. اتفقنا من خلال السيد محافظ نينوى أن يكون هناك تخصيص مالي سنوي لهذا المركز من خلال محافظة نينوى، وأيضا دائرة الصحة نينوى سوف تقوم بتخصيص بعض المبالغ من خلال وزارة الصحة. المركز هذا حقيقة مركز تخصصي نوعي، يعني يعتبر فريد من نوعه على مستوى البلد، وإن شاء الله كمحافظة نينوى سوف نقوم بدعم هذا المركز بما نستطيع من أجل نقدم كافة الخدمات، وبالتالي يتجنب المواطن الموصلي أو مواطن محافظة نينوى وحتى المحافظة المجاورة من السفر إلى خارج العراق، لأنه كثير من العمليات تحتاج إلى سفر خارج العراق موجودة في هذا المركز والحمد لله. خطتنا هذا العام 22 سوف تركز على قطاع الصحة وسوف تركز على الأمن. إذا قطاع الصحة واحد من الأولويات اللي أولناها اهتمام لهذا العام، وإن شاء الله سفر المواطن إن هناك مستشفيات سوف تكتمل قريبا وسوف تفتح إن شاء الله. أضف إلى هذا أننا قريبا سوف نقوم برفع أنقاض مستشفى ابن سينا لنخصص مبلغ من خلال خطة عام 22 لبناء هذا المستشفى وبسعة 1000 سرير خلال هذه الساعة والعام القادم إن شاء الله.